دعاء لإزالة الهموم وقضاء الحوائج بإذن الله تعالى. من قرأ هذا الدعاء وأعطاه لغيره أزال الله همه وقضيت حاجته إن شاء الله تعالى. والدعاء مروي عن سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الدعاء المبارك إذا قرأته وأعطيته لغيرك قضيت حاجتك وأزال الله همك إن شاء الله تعالى.